بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. لازلنا مع تلاميذ الأولى متوسطة فروض الفصل الثاني. عدنا فرض في التاريخ والجغرافيا، أو فرض في العلوم الاجتماعية الفصل الثاني لتلاميذ الأولى متوسط. نبدأ بالنموذج الأول تاع التاريخ. الوضعية الأولى: أطلقت على منطقة شمال إفريقيا في العصر القديم عدة تسميات، أذكر ثلاث تسميات منها مع الشرح الوجيز لها. الوضعية الثانية: أكمل الفراغات بما يناسبها. بدأ التنظيم الاجتماعي في بلاد المغرب ب: من مجموع العائلات ذات الأصل الواحد تكونت، ثم من مجموع القبائل تكونت. عندما تطور المجتمع وتشابكت علاقته ولاح الخطر الأجنبي تحولت إلى. الوضعية: قرأت مقالة في إحدى المجلات ورد فيها أن علاقة المغاربة بالقرطاجيين تتسم بالعداوة والبغضاء والحروب. السند الأول: قطعت قرطاج أثناء القرن الخامس قبل الميلاد ضريبة الربع التي كانت تدفعها للمغاربة، وبالمقابل تفرض عليهم ضرائب جديدة. السند الثاني: ازدادت أواصر التعاون والمودة بين القرطاجيين والأهالي بشمال إفريقيا عن طريق المصاهرة والتجارة رغم الحروب التي تندلع بين الطرفين بين الفينة والأخرى. اعتمادا على السند الأول والثاني ومكتسباتك الشخصية، اكتب فقرة من 8 إلى 15 سطر تبين رأيك في ذلك. هذا التاريخ. شوفوا النموذج تاع الجغرافيا. النموذج تاع الجغرافيا، النموذج تاع الجغرافيا، التمرين الأول: عرف المصطلحات الآتية: التخلف، التقدم. وضعية الثانية: أذكر ثلاث أهداف للتنمية، أهداف التنمية. الوضعية: سمعت في حصة إذاعية بأن دول العالم تقسم إلى دول متخلفة وأخرى متقدمة، فتساءلت عن مقاييس هذا التصنيف. سند الأول: خارطة العالم تاع الدول المتقدمة والمتخلفة، الدول المتقدمة في الأعلى والدول المخلفة في الأسفل. سند الثاني: إن السيطرة الاستعمارية التي مارستها الدول المتقدمة على الدول المتخلفة هي التي ساهمت في تطوير هياكلها الاقتصادية وتكريس الفقر والتخلف لدى الشعوب المستعمرة. اعتمادا على السندين وعلى مكتسباتك القبلية، اكتب فقرة لا تتعدى 7 أسطر توضح فيها أسباب تطور البلدان المتقدمة وتخلف البلدان النامية. طيب، نمر للحل تاع هذا النموذج الأول. الحل: نبدأ بالتاريخ. الوضعية الأولى: التسميات التي أطلقت على شمال إفريقيا في العصر القديم هي: ليبيا، اسم يطلق على كامل بلاد المغرب نسبة إلى قبيلة الليبو الشهيرة التي تسكن فيها، واشتهر هذا الاسم عند المصريين والإغريق. اسم نوميديا، اسم يطلق على الجزائر الحالية وتونس والجزء الغربي من ليبيا نسبة إلى النوميديين. إفريقيا، اسم أطلقه الرومان أولا على قرطاجة بعد الاستيلاء عليها سنة 146 قبل الميلاد وهي تونس حاليا، ثم تعميمه على كامل القارة. موريتانيا بالتاء، اسم أطلقه أو أطلق على منطقة المغرب الأقصى الحالية، ثم تم تعميمه على المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي غربا حتى شرق الجزائر شرقا. ملاحظة: المتعلم يذكر 3 منها فقط، لأنه طلب منك 3 أسماوات فقط. الوضعية الثانية: بدأ التنظيم الاجتماعي في بلاد المغرب بتكوين عائلة، ومن مجموع العائلات ذات الأصل الواحد تكونت القبيلة، ثم من مجموع القبائل تكونت الاتحادات القبلية. عندما تطور المجتمع وتشابكت علاقاته ولاح الخطر الأجنبي تحولت الاتحادات القبلية إلى ممالك أو مماليك
ممالك أو ملوك. طيب الوضعية الإدماجية، عرف المغرب القديم توافد بعض شعوب البحر لأغراض مختلفة، فما هي أسباب مجيء الفينيقيين وكيف كانت علاقتهم بعد تأسيس قرطاجة مع الليبيين؟ حسب المصادر التاريخية فتوافد الفينيقيين إلى المغرب القديم يعود لأسباب اقتصادية تتمثل في رغبتهم في إقامة محطات تجارية على سواحل البحر المتوسط عامة وسواحل المغرب خاصة، وأسسوا قرطاجة بتونس الحالية، وحرصوا على تحسين علاقتهم بالليبيين وإقامة تبادل تجاري وحضاري معهم، وكانوا يدفعون لهم ضريبة الأرض، وتطورت العلاقة بينهم إلى التزاوج وربط علاقات اجتماعية وتحالف سياسي وعسكري. ولكن بمجرد انهزام القرطاجيين أمام الإغريق في معركة هاميرا تحول اهتمامهم إلى الزراعة والتوسع، ولم يتوقفوا عن دفع الضريبة فحسب بل فرضوها عليهم، مما أدى بالليبيين إلى الثورة بداية من ثورة القائد ماتوس. وأثناء الحروب البونية التي خاضها القرطاجيون ضد الرومان تحالفوا مع نوميديا الشرقية ضد نوميديا الغربية، ثم انعكست الأوضاع بعد سنة 206 قبل الميلاد لتدخل في صراع مرير ضد الملك ماسينيسا حتى وفاته، ثم سقوط قرطاجة سنة 146 قبل الميلاد. عند سرد هذه الأحداث يتضح لنا تذبذب العلاقات القرطاجية الليبية بين السلم حينا والحرب حينا آخر. طيب نشوف الآن الجغرافيا. الجغرافيا الوضعية الأولى، تعريف المصطلحات. التخلف هو ظاهرة اقتصادية تعكس واقع العجز في تحقيق التطور والنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي مع سوء استغلال الإمكانيات والثروات المتوفرة. التقدم هو ظاهرة اقتصادية تعكس واقع الازدهار الاقتصادي والثقافي والرفاه الاجتماعي والاستقرار السياسي نتيجة حيوية المجتمع وحسن استغلال الإمكانيات المتوفرة وتحويلها إلى ثروة متجددة. الوضعية الثانية، ذكر ثلاث أهداف للتنمية. أهداف التنمية: القضاء على الفقر وتوفير الحاجات الضرورية للسكان، تحقيق تعميم التعليم والقضاء على الأمية، توفير الرعاية الصحية والتقليل من الوفيات من وفيات الأطفال. الوضعية: العالم المعاصر مقسم إلى دول متقدمة تقع معظمها في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، والملاحظ أن أغلبيتها كانت دول استعمارية استغلت ثروات الدول المستعمرة واستعبدت شعوبها لقرون، مما ساهم في تطور هياكلها الاقتصادية وتقدمها العلمي والتكنولوجي. أما الدول المتخلفة تقع معظمها في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تعرضت ثرواتها للنهب من طرف المستعمر وحازت على استقلالها حديثا، وهي تعمل حاليا على تحقيق التنمية. طيب شوفوا نموذج آخر. النموذج الثاني، نبدأ بالتاريخ. الوضعية الأولى، عرف بلاد المغرب قيام حضارات عريقة خلال فترة ما قبل التاريخ. أذكر ثلاث حضارات في بلاد المغرب قبل فترة التاريخ مع تناول واحدة منها بالشرح الموجز، وواحدة شرحها. الوضعية الثانية، أكمل الفراغات بما يناسبها. يطلق على سكان بلاد المغرب القديم تسميات متعددة، أذكر هذه التسميات مع تفسير مدلول كل اسم منها. الوضعية، أراد أحد أقاربك المشاركة في ندوة تاريخية خاصة بالملك سيفاكس، فطلب منك مساعدته بمعلومات عنه.
سند الأول: الملك سيفاس حكم نوميديا الغربية منذ حوالي 220 قبل الميلاد، وعمل على توسيع مملكته، فضم مملكة الماسيل، وهي أول محاولة لتوحيد نوميديا. السند الثاني: لقد ساهم الملك سيفاكس ملك الماسيسيل في حل النزاعات الدولية من خلال عقد مؤتمر للسلام في عاصمته سيقا، وجمع بين طرفي النزاع قرطاج وروما في سنة 2006 قبل الميلاد. السند الثالث: صورة للملك سيفاكس. التعليمة: بناء على ما درسته والسندات المقترحة، اكتب فقرة من 8 أسطر تتحدث في من خلالها على إنجازات الملك سيفاكس ودوره في بناء دولة الجزائرية القديمة. هذا التاريخ. طيب، نشوف النموذج تاع الجغرافيا. النموذج تاع الجغرافيا، النموذج تاع الجغرافيا. الوضعية الأولى: أذكر ثلاثة مشاكل صادفتها الدول النامية في تحقيق تنميتها الاقتصادية. الوضعية الثانية: إن التخلف ليس قدرا محتوما على الدول النامية، فسر هذه المقولة. الوضعية: قرأت في جريدة بأنه توجد علاقة وطيدة بين النمو السكاني والتنمية المستدامة فتساءلت عن ذلك. سند الأول: يتميز الواقع التنموي في البلدان النامية بارتفاع حجم الفئة دون سن العمل من مجموع السكان، مما رفع معدلات الإعالة التي بلغت نسبة 93.6% مقابل 50% في البلدان المتقدمة التي تتناقص في مجتمعاتها أعداد أصحاب الأعمار الصغيرة. السند الثاني: بقدر ما يمثل النمو الديمغرافي ظاهرة إيجابية لبلدان العالم الثالث، فإنه يشكل أيضا عبئا كبيرا على ميزانية هذه الدول. اعتمادا على السندين الأول والثاني ومكتسباتك القبلية، اكتب فقرة لا تزيد من 6 أسطر تتحدث فيها عن علاقة النمو السكاني بالتنمية المستدامة. طيب، نمر للحل. الحل تاع النموذج الثاني هذا، نبدأ بالتاريخ. الوضعية الأولى: عرف بلاد المغرب قيام حضارات عريقة خلال فترة ما قبل التاريخ، أشهرها الحضارة العاترية نسبة لموقع بئر العاتر الموجودة بولاية تبسة، يضم آثارا متنوعة كالفؤوس ورؤوس سهام حجرية تعود للعصر الحجري القديم. الحضارة الطاصلية تنسب لمنطقة الهوغار والطاصل المشهورة بأثارها المتنوعة وعلى رأسها الرسومات المتنوعة. الحضارة القفصية نسبة لمدينة قفصة التونسية، مشهورة بصناعة مكاشط ومحكات واستعمال بيض النعام، تعود للعصر الحجري الحديث. الحضارة الإبرو مغربية الوهرانية هي حضارة مشتركة بين منطقة شمال إفريقيا وجنوب إيبيريا، تم العثور على مظاهر هذه الحضارة في تيبازا وتيارت بوسعادة، وتشتهر خاصة بصناعة النصال والمطاحن. الوضعية الثانية: التسميات التي أطلقت على سكان بلاد المغرب القديم أهمها الليبيون، اسم يطلق على كامل القبائل الليبية التي تقيم بشمال إفريقيا والتي تمتد من السرت الكبير بليبيا الحالية حتى المحيط الأطلسي غربا. النوميد، اسم أطلقه الإغريق على القبائل المتنقلة البدو الرحل التي استوطنت المنطقة الممتدة من قرطاجة شرقا حتى وادي ملوية غربا، ولكن تم تعميمه على القبائل المتنقلة والمستقرة. البربر، اسم أطلقه الإغريق على الشعوب التي لم تصل إلى درجة التمدن والتحضر الذي وصله الإغريق، ثم أطلقه الرومان على الشعوب الخارجة عن نفوذهم، ثم أطلقه العرب على سكان شمال إفريقيا. الأمازيغ، اسم أطلقه السكان على أنفسهم ويعني الرجل الحر، ظهر هذا الاسم في كتب العلامة ابن خلدون ولكن له جذور تاريخية، حيث له اشتقاق من الاسم مازيك الذي ظهر خلال العصر القديم. المور، اسم يطلق على المنطقة التي تقع
بين وادي ملوية شرقا حتى المحيط الأطلسي غربا، ثم تم تعميمه على كامل بلاد المغرب حتى القرن السادس للميلاد. الجيتول اسم أطلق على القبائل المتنقلة التي تنتشر في المناطق السهبية. الغرامنت اسم أطلق على القبائل التي تقطن واحة جرمة بمنطقة فزان بليبيا. الوضعية عرف المغرب القديم مع بداية القرن الثالث قبل الميلاد ظهور ممالك قوية قامت بدور كبير على الساحة الدولية، تتمثل أساسا في نوميديا الشرقية ماسيليا ونوميديا الغربية ماسيسيليا المشهورة في عهد ملكها سيفاكس. سيفاكس ملك نوميديا الغربية التي عاصمتها سيقا والتي تقع في منطقة عين تيموشنت الحالية، حكم خلال 220 إلى غاية 202 قبل الميلاد، كرس حكمه في تطوير مملكته في جميع الميادين لا سيما الجانب العسكري، حيث عمل على تقوية جيشه وعلى الطراز العالمي وسك النقود وأقام علاقات مع دول الجوار. وبحكم الأوضاع الدولية والصراع بين الرومان والقرطاجيين حاول إنهاء هذا الصراع بعقد مؤتمر دولي للسلام في عاصمته سيقا سنة 2006 قبل الميلاد، ولكن لم يكلل بالنجاح وقرر التحالف مع القرطاجيين. واستغلال ذلك في توحيد نوميديا بالاستيلاء على نوميديا الشرقية، لكن عودة الملك ماسينيسا الذي تحالف مع الرومان تغيرت موازين القوى ضده، حيث انهزم في معركة زاما واقتيد أسيرا إلى روما ليموت هناك في إحدى سجونها سنة 202 قبل الميلاد. ورغم النهاية المأساوية للملك سيفاكس وتحالفه الفاشل مع القرطاجيين ومعادته لابن وطنه ماسينيسا، لكن يبقى من أهم الشخصيات التاريخية في العصر القديم وفي تاريخ وطننا الجزائر. طيب نمر للجغرافيا. الجغرافيا الوضعية الأولى ذكر ثلاث مشاكل صادفت الدول النامية في سبيل تحقيق تنميتها الاقتصادية: ارتفاع معدل التزايد السكاني، الأمية وتدني مستوى التعليم، الاعتماد على منتوج واحد في صادراتها الموارد الأولية الخام. الوضعية الثانية إن التخلف فعلا ليس قدرا محتوما على الدول النامية، بل ورثته عن الاستعمار الذي نهب خيراتها واستغل شعوبها لقرون عديدة، لكن الدول النامية بإمكانها الخروج من دائرة التخلف بحسن استغلال إمكانيتها المتوفرة والتركيز على العلم والعمل. الوضعية التنمية المستدامة هي عملية تلبية حاجات الأجيال الحالية دون التفريط في تأمين حاجات أجيال المستقبل، لذا يجب إيجاد توازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية المستدامة، لأن حصول ارتفاع معدلات النمو السكاني أكبر من المعدلات الحاصلة في النمو الاقتصادي ينتج عنها خلل يولد مشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة يصعب حلها، والعكس في حالة وجود توازن بينهما تتحقق التنمية ويرتفع مستوى معيشة السكان. بارك الله فيكم. في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو وتعليق صغير، كذلك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم الفيديوهات. وبارك الله لي ولكم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.